انت لسه ما لبستش. لو عندك لبس مش نضيف سيبولي عشان الغساله جايه النهارده. كلمينا مساره يا ماما، خدنا منها معاد. استنى يا واد، انت بتقول ايه؟ ساره يا ماما كلمي هلا، خدنا معاد. هكلمهم النهارده. طب انزل افطر، اعملك بيت بالعجوه. لا يا دوبك البس وانزل. شكرا. صباح الخير يا نادية، صباح الخير. الله الفستان الحلو ده. معلش هلبسها واخرج على طول. براحتك، عايدة لسه نايمة. الممرضة هتيجي كمان ساعة، هتبقى معاها لحد الساعة 8، وأنا برجع في نفس الوقت تقريبا. أنا هكلمكوا كل شوية عشان أطمن عليك. اطمن. أنا مطمن. أنا بس بقول عشان لو احتجتوا أي حاجة. أوضة المسافرين على الشمال، لو احتجتي تريحي ونادية نايمة تقدري تريحي فيها. حاضر، عن إذنك. مش عارفة ليه ما حكيتلهمش بالتفصيل. قلت له لما يجي اخوك فرج ابقى احكي لكم مره واحده، يمكن خفت. خفتي؟ مش خفت خفت يعني، لعلمك بالعكس انا اخواتي هيبقوا اكتر ناس عايزين يتجوز، لانهم اكتر ناس كانوا ضدي لما انا صممت ان انا اتطلق. بعد كل اللي جوزك عمله فيكي؟ جوازه عليا كان بالنسبه لهم حقه، لان انا اللي ما عرفتش اجيب له حته العيل. اما اذيته ليا بالكلام فده كان طبعه اللي انا لازم استحمله، عشان ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه.